السلام عليكم. احنا عندنا شوية مصطلحات كده بنقولها بشكل تلقائي ومن غير ما نفكر فيها، بس لو وقفنا دقيقة عندها وفكرنا فيها هنلاقي انه لا، ده مش كلام منطقي. زي ايه؟ لما تقول لحد ده فلان ده قال لي الكلام بعظمة لسانه، معناها ايه؟ معناها انه الشخص هو اللي بنفسه اللي قال الكلام ده من غير تحريف ولا تغيير. الكلام اتقال من جوه، يعني بعظمة لسانه، يعني حاجة حقيقية جدا. بس ازاي حقيقية اذا كان اللسان اصلا عضلة؟ هو اللسان في عضل. تعالوا نشوف الناس قالت ايه. بص، انت لسه قايل الكلام ده بعظمة لسانك. اللي هو معرفش، انت لسه قايل كده. ايه اللي انا ما قلتش حاجة؟ طب يعني ايه عظمة لسانك؟ مفيش حاجة اسمها اللسان ما فيهوش عظم. ما في ايه؟ لسان بس. عظمة ازاي يعني لسانك؟ هو اللسان فيه عظمة؟ لا، هي بتتقال يعني جوازن كده. نعم؟ جوازن. اللسان ملوش عظمة أصلا. فعلا. هو احنا متعودين نقول كده بعظمة لساننا بس. ليه بقى عظمة لسانك؟ مش عارف والله، احنا من زمان واحنا بنسمعها يقول لك مثلا ايه، انت لسه قايل الكلام ده بعظمة لسانك. هو مفيش أصلا عظمة لسان. أمال في ايه؟ لسان فيه عضلات. دي أقاويل بنسمعها زمان. علشان ايه يعني؟ علشان اي موضوع يقول له انت قلت الموضوع ده بعظمة لسانك، لكن مفيش عظمة لسان. عظمة اللسان اللي هي اللي جوه اللسان. طب هو اللسان فيه عظمة؟ هو مش عظمة، هي زي حاجة كده زي العظمة مقصود بها الجرح. لو انت مش بتجرحني مثلا وبتقول لي كلام حلو وكلام حنين. اشمعنى؟ عادي طري شوية لحم كده بس، هو ده اللي موجود في اللسان. يعني يمكن عشان يعني يثبت قوته في الكلام، ان هو كلامه ثابت، فبيقولوا عليه عظمة لسانك. لكن اللسان ما فيهوش عظم، ده كله عضل. ده ما فيهوش عظم، لكن هو بيتقال كده. يقال ان مواليد الستينات كان عندهم عظمة في لسانهم. ليه يعني؟ ربنا هيخلقها على اجزاء. لما بحثت عن الموضوع ده لقيت انه فعلا اللسان فيه عظمة اسمها العظمة اللامية او العظمة اللسانية، وبالانجليزي اسمها هايد بون. العظمة دي شبه حدوة الحصان. فين مكانها بقى؟ مكانها عند قاعدة اللسان بين الفك السفلي والحنجرة، هنا كده زي ما انتوا شايفين في الصورة، وهي العظمة الوحيدة في جسم الإنسان المنفصلة عن الهيكل العظمي ومش مرتبطة بأي عظمة تانية. طب إيه اللي ماسكها وهي واقفة لوحدها كده؟ اللي ماسكها عضلة اللسان وقاعدة الجمجمة، وهي كمان ربطاهم بجسم الإنسان. ومن هنا بقينا بنستخدم كلمة عظمة لسانه بصورة بلاغية، يعني مش بيقول الكلام بلسانه بس، لا، ده بعظمة لسانه من المنبع يعني. ده بقى تشرب بقلوب ده، ايه ده؟ ايه الرومانسية الخربة دي؟ سمعتك بتقولي يا بعظمة لسانك انك بتحبيني. طب وايه فايدته؟ معقول راجل زيك يرضى يتجوزني انا؟ معقولة نجمة في السماء تسأل زلط على الأرض السؤال ده؟